يعتبر العزل والحجر الصحي من أهم الاستراتيجيات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، ومؤخراً تم السماح باختيار العزل الصحي المنزلي حسب الرغبة للحالات القائمة اللي ما تظهر عليها أعراض، بشرط ما يزيد عمر الشخص عن 60 سنة وبدون أمراض مزمنة. إذا كانت نتيجة الفحص موجبة والشروط تنطبق عليك، بيسمح لك باختيار العزل الصحي المنزلي لمدة 14 يوم، وبيتم استقبالك في مركز الإعاقة الشامل لتقييم حالتك الصحية وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة إن دعت الحاجة، والفريق الطبي بيكون معاك على طول يتابع حالتك أول بأول. وإذا ظهرت عليك أي أعراض مرتبطة بالفيروس، بادر بالاتصال الفوري على 444 عشان نزودك بالتعليمات اللازمة. وطبعاً طوال فترة العزل المنزلي يجب عليك اتباع الإرشادات التالية: عدم مخالطة الآخرين، عدم مشاركة الأدوات الشخصية وأدوات الطعام، استخدام غرفة ودورة مياه منفصلة، الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار، لبس الكمام عند الحاجة للخروج للحالات الطارئة، التخلص من المخلفات بكيس منفصل وعدم إضافتها للمخلفات المنزلية إلا بعد مرور 72 ساعة. وحفاظاً على سلامة الجميع، يتم تطبيق الحجر المنزلي على المخالطين الساكنين معاك بنفس المنزل. وتذكر دايماً أن مسؤولية كل فرد بالمجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات. التزم بمسؤولية، وكلنا فريق البحرين.